نشوف احنا في العام اخذنا اكثر، اخذنا البرودكشن، اخذنا كيف المالتيبليكيشن تري او الموسيبيلتي تري، واخذنا اديشنال هول اللي كانت تمكننا نعد في disjoint سيلز. هلا بناخذ بعد لحظه نكمل بس شوي صغير، يعني شيء نسميه كومبانيشنز اللي هو بدنا نعد subsets of sets اللي بالعربي شو اسمها؟ توابين، اخذناها بالمدرسه صح؟ طيب هلا لو المساله بتقول كالتالي، لا المحاضره السابقه درسنا قلنا مثلا لو عندنا من A to Z احرف مثلا بدنا نكون 26 حرف وبدنا نكون كلمه من مثلا خمس حروف، كيف كنا نحسب كم تبديلي بيطلع معانا؟ كم بنسميها fifth permutation. هلا قلنا تكرار مسموح ولا مش مسموح؟ اوكي، بس هلا لاحظوا انه هناك كنا نعمل جنريت لسترينجز صح؟ هلا لو بدنا نشوف المشكله بعينين اخرى، لو عندي كم بدي اسال سؤال، كم فريق من خمس اشخاص بقدر اكون اذا كان عندي 12 شخص؟ كيف هو كيف يساوي؟ ها؟ خمسة مضروب؟ لا خمسة مضروب 12 على مضروب الخمسة اللي مضروب الفرق بينهم. ما هلا لاحظوا انه انا عندي مجموعة فيها مثلا A B C D E F G 12 حرف، وانا اللي بدي اكونه اكتبه معي هنا احنا، لو اللي بدي اكونه مش بدي اكون سترينج هون هنا كنا نكون وكانها سترينج. هلا بقول لكم لا هي سيتس، بس اشرح لكم شو هذيك السيتس. فكنا ايش هناك مثلا A B C D E او B A C D E، هناك كانوا اكتفى عن بعض صح؟ طيب تخيلوا طلعوا على هذا، تخيل لو حطيت انا هاي وقلت هيك وهاي ست صارت سيتس، مش بيختلفوا عن بعض هذول السيتس؟ لا. ليه؟ ليه بيختلفوش عن بعض؟ لانه اذا حطينا ايه هون ولا هون ولا هون ما بفرقش. اذا المشكله هلا هون في بعد اخر غير اللي درسناه في المحاضره السابقه. لحظيا فلما نقول counting subsets of sets فانا اللي كان بسويه subsets of sets. ها؟ هلا مش لازم احكي، بس لو عندنا في حاله البريميتيشنز الـ A تيجي بالأول ولا بالأخير تفرق. فهون الـ ordering تاع السيتس هون مش مهم، هنا كان مهم. فإحنا الـ ordering sorry الـ repetition أو الـ ordering تاع السيتس هون ما فيش له ملوش معنى. ordering مش repetition. هلا جاي يعني في مشكله في الريبيتيشن في الثنتين، ما نقدر عن اعتبار الثنتين بس مش شرط الريبيتيشن، بس بدي اركز هون على الاوردر. الاوردر نحطها بالاول ولا بالاخير؟ في الشفر. طيب هاي واحد. اثنين الريبيتيشن، لو انا عندي سيت اقول A و A و B و C خطا. هلا هي هو ترى هو اللي بدك صراحه هو الخطا مش خطا، هو معناته A نفسه. دائما بنقول اذا بدكم very precise answer have this repetition have no logical significance، ملوش معنى. يعني في ثلاث عناصر بالضبط، يعني لو حطيت A 1000 مرة هون بتضل A قديش؟ واحد. طيب فهلا بنيجي فاحنا بنقول انه في الريبيتيشن كان الاوردر كان ايش؟ مهم جدا. فالريبيتيشن شو كانت؟
an ordered selection of R elements from a set of N elements. هذه الـ R permutation. بينما اللي هلا بنسميها الـ combination واحد. An unordered selection of R elements from a set of N elements. حط صورة؟ إذا هلا هذه كيف كنا نكتبها؟ كنا نكتب B N ولا R بداية؟ given n اعطيني r صح؟ هلا هون كيف نرمز لها؟ هلا let n and r be a non-negative integers دائما r اقل من تساوي n and r combination of a set of n elements is a subset of r of the n elements. هلا تكتب بالطريقه بهذا السن which is red من قوه given n choose r given n choose r لاحظين طيب الاكزامبل متذكرين اخواننا هذول اللي واحد اسمه واحد اسمه ام وبوب وسايد ودان طيب each committee هاي عندنا ناس فيها هاي الناس نقول each committee consists of three of the four people يعني given four choose three طيب list اول شيء list كل combinations الممكن اعطيني يعني كون لي لجان من هذول الاربع اشخاص كون لي لجان هذول الاربع اشخاص كيف تكون؟ نطلع واحد واحد بوب وصالدان ام وصالدان ام بوب ودان ام بوب وصالدان هذا كل الاحتمالات الممكنة صح؟ بس هاي المشكلة لاحظ هذا مثال لسه ما بلاش نشرح الحل هاي المشكلة شو معناها؟ يعني سؤال انه given 4 select 3 او choose 3 given 4 choose 3 هاي شو بتساوي بهاي الحالة؟ الجواب 4 4 لأنه شفناها 4 هاي الجواب 4 صح؟ مثال آخر لو عندي 0 1 انقلاب وبدي سيتس مكونة من 2 elements من هذول الخمس من هذول الأربع عناصر أول شيء هاتوا نعملهم ليست كلهم نعملهم أول شيء ليست بديش أول شيء ليست صفر واحد بقدر اقول واحد صفر؟ صفر واثنين صفر وثلاث واحد واثنين واحد وثلاث اثنين وثلاث مضبوط؟ كيف بكتب المسألة؟ given given four choose three two جواب صفر هلا ها بقدر اقول ايه ان مش مهم انا عندي بصيمي بعطيكم الجواب من الاخر صح؟ بدنا نشوف بس كيف بصير احنا بدنا نشتاق لنا بدنا نشتاق لنا ممكن مثلا قانون كيف؟ كيف بدنا نشتاق القانون؟ عندنا اربع عناصر صح؟ اها بنصير نطلع منهم اثنين اثنين عشان بدنا المجموعه يكون فيها بس عنصرين فهمتوا علي؟ حكي صح فهمتوا علي؟ لا طيب انا بعطيكم الاشي فيديو عشان اقول لكم تطلعوا القانون لحالكم اللي بدك تطلع القانون لحاله انت مش فاهم يعني شو بدك تسوي؟ احنا بالظبط بدنا نحاول ندور شو الفرق الحقيقي بين البرميتيشن والكومبانيشن توفيق كنت بدك شو الفرق بينهم؟ نفس العناصر بس تختلف اول شيء لو طلعنا على البريمتيشن البريمتيشن شو كان يطلع لنا؟ يكون في تكرار لنفس العنصر اوكي طيب اذا طلعنا من البريمتيشن طلعنا نشوف على قدر الكومبانيشن يعني طلعنا من هذا الاتجاه بنقول هون في عناصر زياده بدنا نطرحها او بدنا نسوي فيها شيء
صح؟ شيء العناصر هي عبارة عن المجموعة اللي بدلت فيها ترتيب العناصر بكفيني منهم واحد. نيجي نطلعها هلا ها شباب، نيجي نطلعها. لو عندنا هاي وبدنا ننتجها شو بتزيد؟ شو بتزيد بالدوخة؟ كل عنصر كل مجموعة بتلعب معي هون شو بسوي فيها؟ واعمل ترتيب لإلها. يعني سوري يعني اخذ مجموعة، يعني شوف كم طلع عندنا هون قبل شوية، طلع عندنا صفر واحد، ما قلناش واحد بصفر، معناته هاي لازم ايش؟ يعني في مجموعة كمان مرة. أنا شو اللي بسوي فيه؟ لو بدي أطلع من هون لهون على المشكلة بس عشان أكتب القانون، شو بسوي؟ بقول أوكي أعطيني هدول إيه سوري من هون اللي أنتجت أنا هون، كل واحد منهم بدي أعملها ريأوردر، بدي أشوف على فكرة بس لهي، خليني أرجعها. لو هاي كم واحد بتطلع؟ كم واحد بتطلع؟ الواحد. الواحد الواحد يعني عندنا هدول بدنا نطلع هسه البرمتيشن شو نسوي؟ ها؟ تطلع ثلاثة وأربعة. شو أسوي؟ في عندي بوب وسايد ودان، بطلع عندي سايد وبوب ودان، دان وبوب وسايد، دان وسايد وبوب. تسعة تسعة. ليش تسعة؟ واحد واحد. الواحد هاي هاي. بدل واحد من الأربعة كده بحط يعني مثلاً ستة وهون ستة نعم ستة طلع. إذا ولو هاي عندي كده بتطلع مضروب اثنين، كده مضروب اثنين اثنين، يعني بدل كل مجموعة من هذول كده بدل أبدلها ثنتين، كده واحد منهم يكون هون ستة، كده بطلع معناته هاي المشكلة. هذا بطلعها بالشكل التالي، وكأنه أنا عندي هذول كومبينيشنز، كل واحد بتعمل بيطلع منها إشي صح؟ بحد المثال تبعي ها كده طلع منها. طب لو هاي لو بدي هون ثلاث كم واحد بيطلع منها؟ ستة. يعني هون أول إشي أنا بعرف إيش كيف حسبتها. ترى هلا لا أنا عندي كمان مرة عندي صفر واحد اثنين ثلاث مزبوط، هاي المجموعة صح؟ معايات كلهم معايا، عشان أطلع بالأربعة لا اثنين كده هاي بتطلع كده المفروض تطلع 12 رنا أو شو اسمها كده بتطلع 12 طيب ما نسبتك ما نفترض تدرم هتدرم تدرم هلا بس هلا هذول كديش طلع يعني هاي كديش طلع واحدة ستة صح ستة بس وكأنه هاي تقول هاي دي شو بتساوي إن الأربعة سلكت اثنين ضرب كديش مضروب اثنين صح؟ مضروب اثنين لا اذا بي الاربعة اثنين شو بيساوي؟ بيساوي الكومبينيشن اربعة تشوز اثنين طب مضروب ايش؟ اثنين بالضبط. من هان شو تستنتج؟ من هان شو تستنتج؟ يعني هذا الحفظة هون هاي عندنا هيك من هون شو بنستنتج؟ يعني أربعة
معناته الأربعة تجوز اثنين تساوي على مضروب اثنين ورانا الضعف صح؟ على فكرة طيب هاي مضبوط هلا اللي هي تطلع النتيجة إذا ببدلهم أو أقول لك لا هذا هاي شو تساوي؟ أربعة مضروب ها؟ لا أربعة مضروب اثنين مضروب كمان مرة في ثلاثة على أربعة أربعة من اثنين مضروب أربعة ناقص اثنين مضروب كلها على اثنين مضروب ايه؟ اه بس المضروب لك كلها هون؟ بس المضروب برا البوست اللي في المقام اه هاي مضبوط الحلها؟ اها طيب اذا هذا يطلع شو بيستنتج احنا معناته هو؟ انه هاي شو بتساوي يا شباب؟ انه هاي بتساوي ب الان ار على مضروب الار صح؟ بتساوي شو؟ مضروب الان شو بتساوي هاي؟ مضروب الان على ان ناقص ار كلها مضروب على شفتوا كيف هذا؟ هنا بيساوي هاي نفس اللي كنا معه وضحت الصورة؟ خلاص متلزق؟ طيب على فكرة بس نساوي هاي كمان نحل المسألة هاي شو بتساوي؟ الصفر واحد إن عندك إن شو الصفر؟ واحد شي هي واحد بالمناسبة كيف نحلو عنا 12 شخص عندنا دي 5 شو هاد بتصير؟ جيب لي 12 جيب لي 5 12 مضروب على 5 مضروب على 7 مضروب وهي شو بتساوي؟ كيف بتساوي الفرعة؟ اللي هي 12 11 في 7 مضروب هاي ما شرط فيها في 5 هون مضروب على 7 مضروب شو اساوي؟ شرط في 7 على 7 يلا شرط طبعا بعدين 5 بدك تفكها وتكبرها اه بدك تفكها وتكبرها في حدا بيعرف شو فكها؟ محل عادة انا بجيبه هي بنطلع هي سؤال لحد هون كل ما كل فاهم صدق كله 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 فاهم ان شاء الله طب فاهمينه فاهمينه يعني هذا نشوف لو عندي احنا قلنا هون ايش المشكله كانت انه عندي 12 شخص ودكتور 5 بس في اثنين ملزمين ببعض بقول لك انا يا بنيجي بنقعد حد بعض الامتحان يا بنقعد ايش؟ انتم مين احنا بنسوي هيك؟ وين ها؟ هاي هلا هاي كيف حلوها؟ فهمتوا المشكلة؟ في بدي اختار لجان من 5 اشخاص
بس في من بين 11 شخص، بس في ناس بيقولوا احنا رح نشتغل معه. اذا راح بروح معه، ما راح اشتغل معه. عشرة؟ لا. أستاذ بيقدروا برضه هم يعني يبدلوا حياتهم من الجسم. طيب. عمليا هذول عبارة عن. غلط غلطتوا غلطتوا. يلا. بنخذ اثنين منهم كأنهم وحدة واحدة. يعني بضل 10 وهذيك الواحدة مش مظبوط. لا مش خمسة. لا مش خمسة، لأنه في اثنين داخلين مع بعض معناها بضل ثلاثة هم نختارهم. مش مظبوط. مش مظبوط. في المرجع تبعنا بالمحاضرة. 10 لا ماركو هذول عبارة عن أول إشي. بين قسم يسمونها قسمين، يا تطلع عندنا مجموعات فيها هذول الاثنين مع بعض دائما، ومجموعات فيش فيها هذول الاثنين مع بعض، صح؟ المجموعات ترى كيف المجموعات اللي دائما فيها هذول الاثنين مع بعض 10 يعني بديش ولا مجموعه فيش فيها هذول الاثنين مع بعض، كم مجموعه بقدر اثنين؟ سألت تفسير 10 واختار 3 لأنه هذول دائما ثابتين بس ثابتين بس ثابتين من هون من هون صح؟ صح؟ هلا بس كمان في مجموعة ما فيش فيها ولا واحد منهم يعني في عندي مجموعة فيها أو أي أو بي دائما ومجموعة فيش فيها لا أي لا أي ولا بي ولا واحد مظبوط؟ ومجموعهم والجواب صح؟ ها؟ كم هذول اختر لي هون هلا المجموعات اللي فيها A و B دائما 10 و 12 10 3 جزء 3 ليش؟ لأنه شو معناته المشكلة؟ لو عندي كمان مرة عندي 12 شخص وفيهم بدي اختار 5 وأنت بتقول لي بس هذول الاثنين دائما بدهم يكونوا باللجنة ولا لازم اثنين يكونوا مع بعض بسيطة وكأنه بعتبرهم مش موجودين من مرة أنا بدعي صح؟ مش موجودين كده بضل عندي اللي اختار منهم 10 قديش واحد اختار؟ 3 يعني بدي اكون عندي 10 اختار بدي اكون مجموعة من 3 صح؟ طيب وهون دول 10 5 لانه عندي 10 بدي اختار 5 مظبوط ولا لا؟ ليه؟ طب هيك راح يطلع واحد فيهم مش موجود مع الثاني ممكن يطلع واحد فيهم مش موجود مع الثاني يمكن يطلع واحد مش موجود؟ انا بقول لك هذول دائما ولا واحد منهم موجود انا عندي 10 اشخاص وكانه عندي 10 اشخاص وبدي اختار 5 واضحه؟ لا شنو؟ اعطوني رياكشن واحد انا مش واحد بدنا من اول تركيز كامل عندنا 12 شخص وبنختار رجال وكل واحد يندرج من 15 شخص اثنين بيقولوا من الناس اللي بيقولوا احنا ايش؟ دائما لازم نكون مع بعض ما استحيل لازم نكون مع بعض هلا عشان اعد كم لجنه بقدر اطلب من هذا الشهر كسبت المشكلة لك اسمين قولي شيل كم لجنة دائما لو بدي احط هذول الاثنين مع بعض كم لجنة بقدر اكون؟ باقيين هون عشان اعمل نرقى ولا اكتب لانه مش بعتمد يعني لين بكيبهم لا بكيبهم يعني مش بكيبهم بختارهم مش لا بظهر مش بالحسابات ها بظهر مش بالحسابات شو بيساوي؟ بيقول وكانها المشكلة عندي كأنه المشكلة عندي إنه أنا عندي 10 أشخاص مش 12 وبدي أختار 3 صح؟ يعني كأنه مثلا بدي أختار اللي بدهم يكونوا معهم وكأنه بدي أختار اللي بدهم صح؟ اخترنا هاد فطلع عندي كم لجنة كم وحدة؟ 10 على شو 3 بيطلع 120 وحدة بالمناسبة الجواب بيطلع هذول يعني هاي ايكوال 120
120 هذول اثنين مع بعض دائما. حلو، نقدر نعمل 120 لجنه دائما اثنين بيكونوا فيها مع بعض. طب كل المجموعه بتكون خمسه ولا ثلاث اشخاص؟ لا 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 لا، خمسه. معناته اللي بعدها بتصير شوي خليها، بس خلينا هون. ف وكأنه ما هي هاي ثابتة بتطلع 120 لجنة، كله خذ اسمع، خذ ال 120 لجنة حط فيها مثل. تتغير شيء؟ لا. هلا طب كم لجنة بقدر أكون لما يكون؟ اثنين هذول مش موجودين، ممنوع ولا في لجنة. وكأنه المشكلة صارت إنه عندي 10 أشخاص مش 12. قديش تختار واحد منهم؟ خمس. صح؟ هيك صارت المسألة. فهي شو بتساوي؟ بتساوي 252. يعني إذا بدهم يكونوا جنب بعض فوق الثلاثة. هلا مجموعهم كيف لما يكونوا مش موجودين؟ صاروا خمسة موجودين. لما يكونوا مش موجودين، استنى. كل حالة اسأل حالك سؤال، عندك 12 واحد، واحد بقول لك 12 واحد عندك. بدك تختار خمسة. بس في اثنين ممنوع تختار. يعني مش معك. وكأنه قلت لك عندك 10 جزء، صح؟ طب قلت لي كيف اثنين غير اللي بيجمعوا؟ امشي معي. بعدين بجاوب على بس امشي معي. انسى المسألة. قلت لك عندك 12 شخص وجوز لجان من خمس اشخاص. بتقول لي 12 تشوز خمسة، صح؟ قلت لك بس في اثنين ممنوع تختار ولا ثلاثة. اصبحت المشكلة كيف؟ وقل لي طب معناته ليه قلت لي تشوز عندك 12 تشوز خمسة؟ بصير 10 تشوز خمسة. وكأنك قلت لي يا استاذ عندك 10 تشوز خمسة، صح؟ صح. فهمت علي؟ فصار هاي نص المسألة، هاي هي اللجان اللي فيش فيها ولا واحد من هذول الاي وبي، وهي اللجان اللي فيها دائما اي وبي، مجموعهم بيطلع 372. واضحة؟ طيب هذا هو من قبل نخش فيه كثير اكسرسايز.